خليني افهم من حضرتك بشكل مباشر، ايه الاعفاءات اللي حضراتكم قررتوها وهتطبق على مين؟ تمام. هو الحقيقه في بعض المنشآت والشركات اللي بتبقى متاخره في سداد الاشتراكات بتاعه التامينات الاجتماعيه للموظفين عندها. كل شهر بتتاخر فيه بيتحسب عليها مبالغ اضافيه. فالوضع ده وضع قديم، وفي منشآت عليها مديونيات ضخمه للتامينات، والمبالغ الاضافيه تكاد تكون 100% من قيمه اصل الاشتراكات اللي متاخره فيها. فصدر القانون 173 لسنه 2020، قال قسم شويه شرايح كده، وقال اللي سدد اصل الاشتراكات المتاخره عليه قبل يوم 17/8/2020 تاريخ العمل بالقانون اعفيه من سداد المبالغ الاضافيه. ده التاريخ فات. تمام. وادى فرصه لثلاث شرايح بعدين. قال اللي هيسدد اصل الاشتراكات بتاعته خلال الفتره من 17/8/2020 ل 15/10 نعفيه من 90% من المبالغ. طبعا دي مبالغ كبيره، يعني لما صدر القانون واتطبق وكان في ناس دافعه اصل الاشتراكات بتاعتها قبل يوم 17 عفيناهم من المبالغ الاضافيه دي. تخيلي حضرتك الرقم كامل اللي كان موجود على المنشآت وعلى الاشخاص 982.9 مليون جنيه. طبعا يعني بيتكلم في قرب مليار جنيه. طبعا يعني طبعا على 31. النسبة التقريبية اللي تم اللي سدده يا ست، اللي هو في الفترة اللي فاتت قبل السماح الجديد ب 90%، اللي سدده في الفترة اللي فاتت لغاية 17/8 تقريبا قد ايه؟ 31,404 منشأة ومؤمن عليه. دول سددوا الاشتراكات بتاعتهم قبل يوم 17/8 وكان عليهم مبالغ اضافيه 982 مليون جنيه. دول اتعفوا خلاص منهم ووقفنا الخصم او وقفنا حساب المبالغ الاضافيه دي. الفاضل تقريبا.